ترويجية وتفعيلية. صح يا فندم. طيب دي تفعيلية. صح. الترويجية بقى النهاردة ملف من الملفات الرئيسية في البورصة المصرية هو الترويج. احنا كان عندنا فترة مرينا بيها ما كانش فيه ترويج نهائي، يعني مش هكذب عليك، كان ظروف السوق ما كانش هتسمح في ماشي الفترة. ظروف السوق والاقتصاد، ما اعرفش هل هو ظروف السوق والاقتصاد ولا كمان ظروف السياسة الفكرية المتبعة ولا الاهتمام بالبورصة والوعي بأهمية البورصة في جذب رؤوس الأموال وإلى آخره، ما اعرفش. ولكن اعتقد ان هذا الملف هو ملف رئيسي بالاستثناء، ويجب ان يكون رئيسي عندكم. عملتوا فيه ايه؟ بص يا فندم، احنا اتحركنا على ثلاث مستويات من شئت الدقه، والرابع لسه بنشتغل عليه. المستوى الاولاني هو الترويج خارج مصر. السيد رئيس البورصه يعني عمل كميه اجتماعات ولقاءات ما بين دول عربيه، اسيويه، اوروبيه، الولايات المتحده الامريكيه، عده دول ثانيه بلقاءات باشكال مختلفه، عشان يقول البورصه بقت عامله ازاي وخطتها المستقبليه ايه. وبالفعل النتيجه كانت اسرع من اللي احنا تخيلناه، عشان اكون امين معاك. احنا صورنا في البدايه ان الناس بتسمع، لكن ظهرت عندي ثلاث حاجات في الملف ده كانت مفاجاه بالنسبه لي. نسبه الدولارات الاجانب عندي في السوق ارتفعت، وحجم طبعا اسماطهم ارتفع. لكن الحاجه الثانيه اللي كانت غريبه جدا، عدد المكودين الجداد. احنا كودنا اكتر من 2000 اجنبي على مدار اخر 3 شهور او 4 شهور. ثلاث شهور ونص انشئت الدقه. مش كده وبس، ده فيهم اللي كانوا عاملين اكواد جوه البورصه من قبل 2011، وما بعد 2011 ما كانوش بيشتغلوا. اشتغلوا وبقوه. نسبه المستثمرين الاجانب في الطروحات الاخيره هي الاعلى من 10 سنين. يعني نسبه هم غطوا قد ايه من الطرح؟ اعلى نسبه من 10 سنين. فكانت بالنسبه لنا نتيجه ايجابيه. ده واحد. الجزء الثاني اللي كان الجزء المتعلق بالسوق المحلي. السوق المحلي احنا ركزنا في المرحله الاولى في اللي احنا شغالين فيها دلوقتي على الجمعيات وعلى الاتحادات. عملنا اكتر من 11 اجتماع مع جمعيات غير عامله في سوق المال المصري. سوق المال المصري اكتر من العدد ده كمان. جمعيات فين؟ زي رجال الاعمال الاسكندريه، زي جمعيات مستثمرين، زي اتحادات غرف تجاريه في اسيوط. طلعنا على اكتر من منطقه على مستوى الدلتا. جمعنا مجموعه من الشركات المقيده في البورصه والشركات الغير مقيده وقعدنا كلمناهم. عرضنا من خلال المؤتمر، ودي كانت تجربه هكون امين معاك ما حصلتش كتير. مؤتمر الاسيا اللي هو مؤتمر اتحاد البورصات الافريقيه، عملنا فيه شيء كان الناس بيتكلموا عليه لاول مره. جبنا نماذج ناجحه من مستثمرين مش من شركات بيتكلموا عن استثماراتهم. لدرجة ان احد هؤلاء المستثمرين دعي في بورصة نيروبي في كينيا، وراجل مسافر كمان ايام عشان يعرض هناك هذه التجربة. احنا عايزين نقول للناس ازاي في ناس نجحت. بالتأكيد في ناس تعثرت، بالتأكيد في ناس واجهت مشاكل، بالتأكيد الوضع مش وردي 100%، لكن الاكيد ان احنا بنبذل كل مجهودنا عشان نوصل لاحسن نتيجة. ده الملف التاني. الملف التالت بقى، الملف الثالث من المفترض جدلا ان بيخطط خلال الفتره الحاليه بشكل كبير قوي لفكره توعيه بقى كامله. انا مش عايز بصراحه عشان اكون امين معاك يكون خطابي للفئه اللي هي 1 أو 2% من المجتمع المصري اللي بيشتغل مع البورصه او عارف عنها. انا عايز الراجل الغلبان اللي مش عارف، اللي عايز يحط كل شهر مثلا 100 جنيه استثمار لابنه في سهم ويسيب الفلوس دي عشان لما ابنه يتخرج من الجامعه يلاقي استثمار موجود. عايز الراجل اللي بيفكر بعد 10 سنين من النهارده ان هو بيعمل تقاعد هيعمل ايه؟ عايز الراجل اللي بيفكر ان هو ينوع محفظه استثماراته بدل ما يحط في عقارات بس او بدل ما يحط في ذهب بس يبقى عنده بديل تاني. عايز الراجل اللي حاطط قرشين كده تحت البلاطه يخرجهم ويحطهم في استثمار عادي. بس ده عشان يحصل بشكل كامل يحتاج ان هو، ارجع لك للجمله قلت لك من شويه، الاجانب طلبوا مننا حاجتين مش حاجه واحده. طلبوا واحد ادوات جديده، واثنين اسهم جديده.